عائدا مع صديقي مكرم إلى داره بعد سهرة طويلة، أخبرني بالتفاصيل الغريبة لمشكلته. لم ألحظ هذا من قبل، ولكن هذا لا يدل على شيء إذا تذكرنا أنني لم أرى مكرم منذ 40 عاما. كان في نفس الصف معي في المدرسة، وكان لامعا شديد الذكاء. لم ألقى عباقرة كثيرين في حياتي، لكني أعرف يقينا أن مكرم يجب أن يكون منهم. وفي تلك الليلة قابلته وقد عاد لمصر بعد حياة طويلة من العمل مهندسا في كندا، وقد حكى لي كل تفاصيل حياته في السنين الماضية، وحكيت له كل شيء. وتناولنا عشاء دسما في الحسين، ودخن الشيشة وشرب الشاي الثقيل وعصير القصب. كان يحتفل بمصريته بشدة. قال لي: لقد كادت الطائرة تسقط بنا لدى عودتي، وقد توقعت هذا على كل حال. قلت ساخرا: ومن حسن الحظ أنها لم تفعل. لماذا توقعت ذلك؟ هل أنت نحس إلى هذا الحد؟ لست نحسا، الأمر لا يوصف بكلمات. كنا نتمشى في الشارع المظلم الذي لا تضيئه إلا بعض أعمدة النور الفسفوري الكئيب. سمعته يطقطق بلسانه من حين لآخر كأنه يستنكر، ثم قال: مرة أخرى؟ قلت لنفسي إنه غريب الأطوار بعد الشيء، هذا متوقع مع عبقري مثله. بعد قليل كرر الكلام ذاته، ورأيته ينظر بدهشة إلى شيء ما. نظرت لما ينظر له، فوجدت عمود نور غير مضاء، شيء طبيعي جدا في مصر. لما مررنا بالعمود بدأ ضوء خافت يتراقص، ثم عاد يشع بكفاءة. هنا كنا نمر بقرب العمود الثاني، رأيت ضوء العمود يخفت ببطء ثم يتلاشى تماما. نظرت له في عدم فهم، وقال لي باسما: نعم، الأمر كما تراه بالضبط، وجودي يطفئ أعمدة النور في الشوارع. قلت محتجا: لكن هذا مستحيل، أنت رأيت بعينك وتدرك أنه حدث فعلا. هي مجرد مصادفة، كل هذه المصابيح قد انتهى عمرها الافتراضي، إنها تتوهج وتنطفئ وتعود لتضيء، هذا شيء يعرفه كل طفل. كنا الآن نمر جوار عمود آخر، فرأيت ضوءه يتراقص ثم يخبو، ورأيت ابتسامة منتصرة على وجه مكرم كأنه يقول لي: أخيرا بلغنا بيته وأنا عاجز عن الفهم. فأخرجت جهاز الهاتف المحمول لأرى إن كانت رسائل قد وصلتني. هنا فوجئت بأن شاشته مطفأة. مستحيل، مستحيل أن يكون الشحن قد انتهى، لأنني شحنته بنفسي منذ ساعتين. إن هذه ليلة من تلك الليالي إذن، قال لي وقد رأى نظرتي. أنا لا أستعمل الهواتف المحمولة لأنها تتلف دائما معي، سبب لي هذا مشاكل جمة في كندا. المشكلة لم تكن بهذا الوضوح فيما سبق، ثم ازدادت تعقيدا حتى صار عملي هناك مستحيلا. هكذا عدت إلى مصر. قلت في حيرة وأنا أحك رأسي: لحظة، هل تقول إنك تطفئ أنوار الشوارع وتتلف الهواتف المحمولة؟ هل أنت قادم من المريخ؟ الأمر أسوأ من هذا، تعال معي. الشقة المفروشة التي استأجرها في حي المهندسين كانت في الطابق الرابع، عالية جدا بالنسبة لسني، لكن المصعد كان معطلا. عرفنا هذا عندما دخلناه وضغطنا على الأزرار فلم تستجب. صعدنا الدرجة بصعوبة جمة، وأخيرا فتح لنا الشقة، فارتميت على أول مقعد وجدته لاهثا. هنا بدأت أكتشف جوانب المشكلة: التلفزيون تالف، الثلاجة تصدر أصواتا غريبة، المصابيح كلها تعمل لكنها ليست فسفورية طبعا. نظرت له متسائلا محاولا الفهم، فقال: الأجهزة كلها تتلف في وجودي، هذه حقيقة. شاشات الكمبيوتر تظلم، الهواتف تتعطل، أجهزة القياس في المختبر تنفجر. لقد صار عملي مستحيلا، أعتقد أنني انتهيت. قلت له مغتاظا: كل هذه مصادفات، يجب أن تتعامل بمنطق علمي، لا يوجد شيء اسمه النحس. ومن تكلم عن النحس؟ أنا أتكلم عن ظاهرة عجيبة تجعلني معاديا لكل الأجهزة والأضواء. أنت رأيت أبعاد المشكلة وشاهد معي على حجمها الحقيقي. فكرت بعض الوقت وحككت رأسي للمرة الألف كأنه عامر بالقمل. هناك تفسير ولسوف أجده. هكذا انتظرت حتى جاء اليوم التالي، واصطحبته لصديقي دكتور مصطفى أستاذ علم النفس، أنت تعرفه ولا شك.
من الغريب أن أي أجهزة لم تتلف منذ دخلنا بيته، هذه قاعدة مفروغ منها وتتكرر دوما. لا شيء يحدث أمام الخبراء، لكن دكتور مصطفى رحب بصديقي الآخر وقدم لنا القهوة، ثم راح يصغي بانتباه لقصة مكرم مع الأجهزة ومع أضواء الشارع. قال مصطفى وهو يرشف القهوة: لا أنكر أن القصة مثيرة، لكني ألاحظ أن أي من الأجهزة الكهربية هنا لم يتلف. الثلاجة والمكيف والتلفزيون تعمل جيدا، هل لديك تفسيرا؟ قال مكرم: لا تفسير سوى أن الطبيعة غير منتظمة ولا يمكن التنبؤ بها، إن لها قوانينها الخفية التي لا ندركها. ذات مرة أثناء الحرب العالمية الثانية سقطت قنبلة شديدة الانفجار وسط 5 من جنود الحلفاء وهم جالسون يتناولون الطعام. تصور هذا، بدلا من الخبز هبطت قنبلة. برغم هذا لم يخدش أحدهم، وقد فسروا الأمر بأن أجلهم لم يحن بعد. نفس الشيء ينطبق على الظواهر الغريبة. قال دكتور مصطفى وهو يضع ساقا على ساق ويشعل لفافة تبغ: هذا كلام معقول، لكنه يخرق القواعد العلمية التي تقضي بأن تكون الظاهرة قابلة للتكرار والتفسير والقياس. لكن دعني أقول لك إن هناك ظاهرة معروفة بهذا الشكل ولها اسم. نظرت له في دهشة متسائلا: تلف الأجهزة له اسم غير النحس؟ نعم، اسمه تأثير بولي. هناك أشخاص يسببون تلف الأجهزة الكهربية، وفي الخارج أطلقوا على الظاهرة هذا المصطلح نسبة لعالم نمساوي اسمه بولي. بلغت سمعته السيئة أن كثيرا من العلماء كانوا يمنعونه من التواجد في المدينة عندما يجرون تجاربهم، وقد زار جامعة برينستون عام 1950 فاحترق جهاز السيلكترون باهظ الثمن هناك بلا تفسير. الآن نعرف أن هناك كثيرين يسببون الشيء ذاته، وتفسيره واضح. على الأرجح هو نموذج لما وراء علم النفس، وأنت يا دكتور مكرم لست استثناء، فقد تتزايد هذه الظاهرة مع الوقت. قال مكرم مفكرا: وأضواء الشارع التي تشحب؟ لم نبتعد كثيرا. إعاقة مصابيح الشارع أو SLI هو جزء من ظاهرة بولي. أشخاص كثيرون يسببون انطفاء أنوار الشوارع عندما يمرون جوارها. قلت في سخرية: يبدو لي هذا كلاما فارغا. كثيرون وأنا منهم يرونه كذلك، ويرون أنها مصادفات لا أكثر، بينما كثيرون يعتقدون أن للدماغ موجات خاصة تسبب هذا التأثير. على كل حال، أي محاولة لتكرار هذه التجارب في المختبر فشلت. لا يستطيع هؤلاء القوم أن يعيدوا التجربة عند الطلب. ساد صمت عميق، ورحنا نفكر في هذا الذي قاله: تأثير بولي أو مصادفة، الأمر سيان، إما أن تقبل تفسير بولي أو تقبل فكرة النحس معضلة حقيقية. فجأة سمعنا صوتا مكتوما كأن أحدهم يختنق، ثم دوى صوت شيء يضرب الأرض. نهضنا مذعورين، وقد فقدنا وقارنا ونسينا أن هذا ليس بيتنا، لنركض خارج الغرفة. هناك كانت زوجة دكتور مصطفى قد سقطت على الأرض وهي تحمل صحفة عليها بعض الحلوى لنا. كانت ترتجف وصدرها يعلو ويهبط والزرقة تغزو شفتيها. جرى مصطفى وتحسس نبضها ثم هتف: قلبها متوقف. ثم راح يجري لها الإفاقة القلبية الرئوية. هنا نظر لها مكرم مفكرا ثم تساءل: هل هي تستعين بجهاز منظم لضربات القلب؟ هل زرعت واحدا؟ كنت أعرف أن قلبها مريض، لم أعرف أنها زرعت هذا الجهاز إلا عندما سمعت السؤال الذكي. فقال مصطفى وهو يواصل الضغط على عظمة القص في صدرها: نعم نعم. عندها اندفع مكرم خارجا من البيت بسرعة البرق. قبل أن أفهم ما يحدث كان دكتور مصطفى يصيح وشبح ابتسامة على شفتيه: إنها تعود، لقد عاد الجهاز يعمل. وتبادلنا النظرات. لم يتلف مكرم سوى جهاز واحد، وهذا الجهاز كان هو الأهم. لقد كانت السيدة تعتمد عليه بالكامل للبقاء حية. قال دكتور مصطفى والعرق يغمر جبينه وهو يحتضن زوجته: لا يهم، أنا أؤمن بالمصادفات، لكن لا أؤمن بتأثير بولي هذا. لم أعرف الكثير عن مكرم بعد هذا،
لم يعد إلى كندا، لقد سافر إلى إسبانيا، ولا أعرف العمل الذي احترفه بعيدا عن الأجهزة، لا شك أنه عمل لا علاقة له بالهندسة. على أنني تلقيت منه مؤخرا خطابا يحوي قصاصة من صحيفة إسبانية. احتجت طبعا إلى معونة صديق يدرس الإسبانية في الألسن. الخبر يحكي عن كافيتيريا في العاصمة تلقى رجال الشرطة مكالمة بصددها، هناك قنبلة زمنية في تلك الكافيتيريا معدة لتنفجر بعد دقائق. إن منظمة ريتا الانفصالية تقوم بأعمال كثيرة من هذا القبيل. على كل حال هرع رجال الشرطة إلى هناك، لكن هذه كانت ساعة الذروة وكان اختراق الطرق صعبا. دعك من أن فترة الإنذار كانت قصيرة جدا لا تسمح بعمل شيء. إنه نوع من الإنذارات المستفزة التي تمارسها منظمة إيتا كنوع من الضغط على الأعصاب. وصل رجال الشرطة متأخرين كالعادة، ولكن شيئا لم يحدث لحسن الحظ، لم تنفجر القنبلة. ومن الواضح إذن أنها لعبة سخيفة من شخص عديم المسؤولية كالذين يتصلون بالإسعاف عندنا في مصر للتسلية. لكن البحث المدقق بواسطة الكلاب البوليسية كشف عن قنبلة زمنية في الحمام فعلا، قنبلة دقيقة الصنع متقنة جدا، وكانت ستنفجر في الوقت المحدد بالضبط، لكن سببا مجهولا جعلها تتلف وتتوقف ساعتها. لا أحد يعرف السبب، لكنهم يرجحون أن حظ الموجودين بالكافيتيريا كان نادرا. لو انفجرت القنبلة لما قل عدد القتلى عن 50. لماذا تتلف قنبلة صنعت بهذه الدقة والبراعة؟ في النهاية كتب مكرم بالعربية سؤالا يقول: هل خمنت من كان بين زبائن الكافيتيريا في ذلك اليوم؟ غريب أمر مكرم، يفترض أنني عبقري، كيف لي أن أخمن شيئا كهذا؟ تمت بحمد الله.